الصحة النهاردة أعلنت ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين لست حالات. النهاردة رئيس البعثة الطبية للحج بوزارة الصحة دكتور هشام عطا أعلن عن ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين لست حالات بعد وفاة حالة جديدة لسيدة من محافظة القاهرة. رئيس البعثة الطبية للحج بوزارة الصحة قال أنه جميع الحجاج في صحة جيدة، وأكد على أنه العيادات الطبية في مكة والمدينة بتعمل بكامل طاقتها وإنها بتستقبل آلاف الحجاج المصريين للإطمئنان على صحتهم. احنا يعني معانا دلوقتي دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. أهلا وسهلا بحضرتك معانا دكتور حسام. مساء الخير يا استاذة انجي. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. بخير يا رب. آخر أخبار بعثة الحج المصري عند حضرتك ايه؟ يعني زي ما حضرتك ذكرتي في مقدمة الخبر انه الحمد لله ما عندناش امراض وبائية بين الحجاج المصريين. عدد اللي تم الكشف عليهم حتى مساء امس في العيادات الخارجية المصرية هم عددهم 35 عيادة، 21113 حاج وحاجة، منهم 19218 بمكة المكرمة و1133 بالمدينة المنورة و762 بجدة. في عندنا 50 حالة بس احتاجت انها تدخل في المستشفيات، خرج منهم 29 الحمد لله بعد تحسن حالتهم، ولسه في 21 تحت العلاج والملاحظة، وعندنا 34 حالة بيخضعوا لجلسات الغسيل الكلوي. طب الحالات اللي ماتت دي يعني كان ايه سببها؟ ست حالات حتى هذه اللحظة. في عندنا خمس حالات ماتوا بسبب هبوط حاد الدورة الدموية وضعف في عضلة القلب، وفي حالة كانت مضاعفات لسرطان بالكبد. يعني حالات مسنين. حالات من كبار السن عندهم امراض مزمنة. ويعني توفوا الى رحمة الله تعالى، وربنا سبحانه وتعالى يعني كتب لهم الوفاة في مكان نسأل الله انه يتقبلهم يعني. طيب دكتور حسام، بالتأكيد احنا هنتابع دايما مع حضرتك يعني اخر اخبار الحجاج المصريين عشان نبقى دايما في حالة اطمئنان على حجاجنا. طبعا هو برضو من الجيد حقيقة احنا او يعني من المناسب ان احنا نذكر انه الحادثة بتاع سقوط الرافعة على الحجاج او على المصلين في الحرم مع الاسف الشديد في جثتين من الجثث اللي كانت مجهولة الهوية تم التعرف عليهم، هم الاثنين من المصريين، فبذلك ارتفع عدد وفيات المصريين في هذه الحادثة الى اربعة حتى هذه اللحظة للاسف الشديد. طيب يعني عاوز ارجع بس للسيدة اللي ماتت من محافظة القاهرة بمضاعفات في سرطان الكبد، هو بس سؤال. لا دي كانت الحالة الخامسة اللي توفي. دي كانت الحالة السادسة وكانت بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية. لا انا قصدي على اللي هي عندها سرطان في الكبد وماتت. يعني هل ما بيبقاش فيه يعني كشف طبي او في يعني اي استعلامات عن اللي مسافرين علشان اللي هم في حالة متأخرة بالقدر ده يعني ما يروحوش مثلا او ينصحوا بعدم السفر، ولا مثلا بيتركوا للسفر لاسباب دينيه مثلا؟ لا يعني هم بيتمش اجراء كشف طبي ويمنع اصحاب اعراض معينه من السفر، هو اللي احنا بنعمله كاجراءات طبيه هو التطعيم الخاص بالفيروس السحائي والانفلونزا، وان احنا بندي للحجاج دليل ارشادي للتعامل مع الامراض الوبائيه، لكن كل من يستطيع ان هو حتى ولو كان على كرسي انه يركب الطياره ويروح يؤدي المناسك، فالاستطاعة دي مسألة منوطة بالفرد شخصيا، ما يستطيعش حد يتدخل فيها. زي ما حضرتك قلت ده شعيرة تعبدية دينية تتعلق بالفرد بنفسه مش لسلطات الدولة تتدخل بها. بس التطعيمات دي نفسها هي تطعيمات قوية، يعني هل يعني كبار السن بيبقوا قادرين انهم ياخدوا التطعيمات دي؟ يعني انا خدت التطعيمات دي وانا رايحة وكانت تعبتني، يعني قعدت 3 أيام قبل ما اروح تعبت جدا، يعني ما بالنا بكبار السن يعني لو خدوا التطعيمات دي ما بتتعبهمش قبل ما يسافروا؟ لا يعني هي نفس الاثار، لانه في الانديكيشن او في الموانع التي تمنع من التطعيم ما تنطبقش على المراحل العمريه الكبيره مثل التطعيمات اللي احنا بنديها، لكن طبعا في اعراض زي ارتفاع بسيط درجه الحراره، زي شعور بالاعياء اللي حضرتك ذكرتيه، بس ده لا يمنع من اخذ التطعيمات قبل السفر.
طيب دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، شكرا جزيلا لحضرتك، وبالتأكيد يعني هنكون دايما في حالة متابعة لأخبار الحجيج المصريين، وهنوافي حضراتكم دايما بآخر التطورات.